مساء الخير، وزي ما قلنا يوم السبت اللي فات خلاص ميعاد الانتخابات رسميا خلاص اتحدد المواعيد بتاعته بجولة الإعادة بالتصميمات بكل اللي اتقال ده، وفعلا هيكون في ديسمبر وبالكتير قوي نص يناير هيبقى عندنا اسم الرئيس الجديد أو اسم الرئيس لو الرئيس السيسي هيكمل يعني فترة كمان. بكتير قوي لو في جولة إعادة هيكون نص يناير، لو ما فيش جولة إعادة يبقى هنعرف من ديسمبر. الفكرة بس إنه يعني هي المواعيد ضيقة شوية، يعني خلاص احنا بنتكلم اكتوبر اللي جاي يبتدي تقديم اوراق الترشيح لو في تظلمات فيها وتخلص والكلام ده، ويبتدي الحملات الانتخابيه من نوفمبر، وفي اخر نوفمبر الموضوع يبدا الصمت الانتخابي وبعدين تصويت المصريين بالخارج، بعد كده تصويت المصريين بالداخل 3 ايام هنا و3 ايام هنا. فالموضوع بسرعه شويه، يعني هو لو في ناس تانية جديدة أو ناس ما تعرفهاش أو ناس لسه تتعرف عليها على أساس يعني المفروض إن هم يتكلموا مع الناس ويقولوا برنامج انتخابي وإلى آخره، شهر قليل شوية ولا أنا بيتهيألي مش عارف. المهم خلاص مواعيد اتحددت، كل حاجة اتحددت، كل حاجة معروفة. هيبقى فاضل بقى ترشيح أو تقديم الترشيح والموافقة عليهم والقائمة النهائية. بعد كده الناس بقى تبدأ تتكلم، سواء بقى الرئيس السيسي حد تاني من المرشحين، هل الناس دي هتنزل مستقلة فلسه هنجمع توكيلات ولا هتنزل بأسامي أحزاب، كل ده لسه هيبقى.